إذا سمح الله بتحريف الإنجيل. الله لم يسمح أيها الأحبة، هنا فرق. البشر هم الذين حرفوا. يعني هل الله يرضى بالتحريف؟ هل الله يرضى بالظلم؟ يعني معقول إذا جاء مجرم، أنت ابنك أحيانا إنسان ابنه يكون مجرما، هل الأب مسؤول عنه؟ طب هل الله سبحانه وتعالى هو الذي سمح لإبليس أن يعصيه؟ هذه مغالطة أيها الأحبة. الله لا يسمح بالظلم. الله أعطاك حرية الاختيار، سمح لك بالاختيار كرما منه. يعني أنت عندما تأتي لموظف عندك وتقول له، هذا الموظف تقول له أنا سأعطيك صلاحيات تستطيع أن تتخذ إجراء معين، قام هذا الموظف باتخاذ إجراء خاطئ، هل نحمل المدير المسؤولية؟ مع العلم أن المدير يعلم أنه قد يفعل ذلك، هو يعلم مسبقا لأن لديه حرية الخيار، أعطاه حرية أن يتخذ قرار خاطئ وقرار سليم. تكريما لهذا الموظف، نحن نعلم أن المدير العام مثلا بالنسبة للأحبة الذين يعملون في شركات، في يعلمون أن الموظف الذي لديه صلاحيات يعني يستطيع أن يتخذ قرار، هذا الإنسان نقول عنه إنه مكرم، يعني ذو ثقة، ذو مصداقية. ولكن هل المدير الذي أعطاه الصلاحيات أراد له أن يخطئ أم أراد له دله على الطريق الصحيح؟ بالنسبة لرب العالمين، كرمك أيها الإنسان عندما سمح لك باتخاذ القرار. يعني الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الأخ السائل هنا أنا متفاجئ الحقيقة، يقول لماذا سمح الله بتحريف الإنجيل والتوراة والزبور وهناك كتب كثيرة أنزلها الله لم تذكر في القرآن؟ قال تعالى عن الأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يقول لا ولم يسمح بتحريف القرآن. أرجو الرد لأنني قريب جدا من الإلحاد جزاك الله خيرا. شوف أخي الحبيب، قضية الإلحاد هي فعلا شعرة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أنا يحضرني هنا فقط قبل أن أكمل الإجابة، يحضرني حديث عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه رسول من عند الله. لو لم يكن رسولا لم يقل هذا الكلام. يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال في حديث آخر إن العبد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مثلا مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أحيانا الإنسان قد يتعرض لشهوة، لمشكلة، يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا، يحب إنسانا يغرم بها، يريد أن يجد مبرر. إنسان لديه يحب الشذوذ الجنسي مثلا، نفسه تريد مبرر لهذا العمل، الإسلام يمنع ذلك وبقوة ويحرم ذلك ويعاقب على ذلك. الإلحاد يعطيك راحة نفسية مؤقتة، مؤقتة ليست دائمة، تنقلب حسرة ونكدا عليك فيما بعد. يجد في الإلحاد حلا لمشكلة ما، وبالتالي تجده ينقاد، يعني هي شعرة فقط يكون في الإيمان تجده ينقاد إلى الإلحاد، سبحان الله. ولكن هل انحلت مشكلته؟ لم تحل. يعني هل أصبح أكثر سعادة؟ لا، هي سعادة ظاهرية، لأنك عندما دخلت في الإلحاد أنت دخلت في نفق مجهول، لا تعلم ماذا ينتظرك، لا تعلم، قد تظلم وأنت ملحد، كيف ستعالج الظلم؟ الإسلام يقول لك إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والله لو أن أكبر ملوك الأرض ظلمك سيعاقب يوم القيامة مهما كان شأنه.
هذه قناعة لدى المؤمن أنك إذا ظلمت سيكافئك الله بدرجات عالية في الجنة ويأخذ حقك يوم القيامة. هذا الإحساس مريح لي أنا كمؤمن، يعينني على أن أستمر بحياة، يعطيني أمل. أما أن تقول لي إن الإلحاد يقول لك ستتحول إلى تراب ومثلك مثل أي تراب ومثل البهائم، يعني الإلحاد أيها الأحبة نظرته نظرة مستنقعية في الحضيض. القرآن يسمو بك إلى السماء، تعاليم القرآن تجعلك تحلق في السماء. يعني أنا مثلا أنتظر بفارغ الصبر لقاء الله، لدي هدف بعد الموت أعمل من أجله، أتحمل كثيرا في حياتي، يؤذيني شخص أتحمل، أقول أنا أريد أجري من الله، أنا أريد أن أتخلق بأخلاق هذا النبي الكريم، فتجدني أصبر، أعفو، أحب الخير للناس. هذا يعطيني متعة. أنا أحدثكم عن تجربة شخصية، ليس تعصما لدين أو مذهب، تجربة شخصية أيها الأحبة. فالله عز وجل أخي الحبيب الأستاذ مصطفى لم يسمح ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى بالتحريف، ولكن الله عز وجل عندما أنزل خلق سيدنا آدم عرضه، أعطاه حرية القرار، حرية اتخاذ القرار. إذا لابد من اختبار، يعني أنا مثال، أنا لدي في امتحان الجامعة، في امتحان المدارس، أعطي للطالب حرية الاختيار، وأثناء الامتحان أعطيه عدة إجابات ويختار الإجابة الصحيحة. أما إذا جئت بإنسان، دقق معي، وجعلته في اتجاه واحد مجبر، يعني مثل الإنسان السجين في السجن مرغم على أن يسير في اتجاه محدد، يأكل بموعد، يشرب بموعد، يخرج بموعد، يدخل بموعد، أصبح عبارة عن أشبه بإنسان لا قيمة له. مثال آخر، الحيوانات، الحيوان يأكل ويشرب ويتمتع وليس لديه إبداع ولا تفكير ولا حرية قرار. الحجر ليس لديه اختيار، ليس لديه قدرة على اتخاذ القرار. الشمس ليس لديها قدرة على اتخاذ قرار، يعني الشمس لا تستطيع أن تقول أنا غدا لن أشرق، سأغير هذا القانون، أنا غدا لن أعطي نوري للأرض سأعطيه لكوكب آخر. لا، مقيدة بقوانين. الإنسان الله أكرمه، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها من؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله غير مسؤول عن جهلك وظلمك أيها الإنسان، دلك على الطريق. يعني الآن أنا سأعطيكم مثال حي عملي أنا شخصيا. أنا الآن إنسان أعتقد أنني مؤمن لأبعد حد دماغي يتصوره، مؤمن جدا. ما هي المعاناة التي أعاني منها اليوم؟ أنا مثلا، أنا شخصيا سأقيس نفسي على الآخرين، أنا كل يوم أحمد الله عشرات المرات على أنه جعلني مسلما بمتعة وبصدق، أقول لسان حالي دائما والله أيها الأحبة أقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. عندما أرى حال الملحد والله أحمد الله كثيرا، أقول الحمد لله أنه هداني للإيمان. فنعمة الهداية أيها الأحبة نعمة عظيمة، لولا وجود الملحد كيف أشعر بها؟ لابد الحياة ما دام فيها اتخاذ قرار، الله أكرمك باتخاذ القرار، معنى ذلك أن الله عز وجل وضع الصواب والخطأ أمامك وأعطاك القدرة على الاختيار، أعطاك صلاحيات تختار، تستطيع أن تزني أو تشرب الخمر أو تستطيع أن تقتل إنسانا، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟
طبعا الملحد يقول أنا تمنعني أخلاقي. هذه الأخلاق من أين جاءت؟ طبعا سنستعرض الدليل الثاني، وهو أن الإنسان مبرمج على حب الخير وحب العدل إلى آخره، سنأتي في الدليل الثاني. الآن أيها الأحبة، لماذا سمح الله بتحريف الإنجيل؟ لو اعتبرنا هذا السؤال صحيح، نقول إن الله أعطى هؤلاء الناس حرية الاختيار فقاموا بالتحريف، مثل إبليس. هل أجبره الله على السجود؟ لم يجبره. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، تركه الله، واستكبر، تركه الله، وكان من الكافرين، كفر، تركه الله. ولكن قال له فاذهب فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخصوم. أعطاك حرية الاختيار وقال لك هنا الجنة وهنا النار، اختر. طيب أنت لماذا تلحد؟ أنا لا أدري لماذا يلحد الإنسان. أنا بالنسبة لي أعتبر أن هناك سبب واحد، هو إغواء الشيطان لهم. ليس لا يوجد سبب منطقي، يعني الإلحاد الذي دخلت فيه. طيب أنا مثلا الإجابة على سؤال الأخ الفاضل، لنفرض أن الله لم يسمح كما تقول بتحريف القرآن وسمح بتحريف بقية الديانات، طيب ما هي المشكلة؟ يعني إذا كان كذلك، هل الإلحاد سيحل لي هذا اللغز؟ هل إذا كفرت بالإسلام ستحل هذه المشكلة، أم ستدخلني في مشاكل أخرى؟ ستدخل في مشاكل أعنف بكثير، ستدخل في دوامة الإلحاد، إعصار أيها الأحبة. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الإلحاد يجعلك مضطرب العقل، وتحدثنا عن دراسة علمية تقول إن الملحد مضطرب العقل، لا يستقر، لديه تناقض. وتحدثنا عن دراسة في جامعة هلسنكي بفنلندا، قلنا إن الملحد يعيش حياة متناقضة بين ما هو مبرمج عليه عندما خلق على فطرة تقول إن الإنسان مولود ليؤمن بالله، وظاهريا ينكر وجود الله، فهو يعيش حالة تناقض دائم تجدها في الملحد. وهذه أبحاث قام بها ملحدون، يعني ليس مسلمون، جامعات عالمية. الآن لماذا لم يسمح الله بتحريف القرآن؟ سأقول لكم أيها الأحبة، رحلة البشرية بدأت مع سيدنا آدم وختمت مع سيدنا محمد، لابد أن تختم، يعني كل بداية لها نهاية. فهناك مئات الأنبياء ذكر القرآن منهم بحدود 25 نبي عليهم السلام جميعا، وهناك أنبياء كثير لم يذكروا. قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله منهم كذا، يعني أعطانا نماذج القرآن. الآن هؤلاء الناس اختبرهم الله لآلاف السنين، فكانوا دائما يفشلون في الاختبار. فلو أن الله سمح بتحريف القرآن يجب أن يكون هناك بديل، يعني لا يمكن أن يترك الله تعالى، لا يترك الناس هكذا. حتى الإنجيل المحرف كان هناك أناس من النصارى يؤمنون بالله الواحد ويعلمون أنه الحق من ربهم، ونحن عندنا آيات في القرآن أقول عن النصارى إن منهم يعني أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعني أنا دعوني أعرض الآية فقط، أحب دائما أن يعني لكي ترسخ المعلومة أحبتي في الله، نعرض هذه الآية عن النصارى التي تمدحهم حقيقة، يعني وهذا دليل إضافي أن القرآن كلام الله.
ترى أعينهم تفيض من الدمع. إذن في سورة المائدة الله تعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. إذا رقم واحد اليهود والذين أشركوا الملحدين، يعني رقم اثنين. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا كلام إلهي أيها الأحبة. أنا بالنسبة لي كإنسان أفكر بشكل علمي، عندما أعتقد أن النبي إنسان كاذب وصنع دينا لنفسه وكذا، لا يقول مثل هذا الكلام. النبي لو كان كاذبا كان سيضرب كل الأنبياء الذين قبله، سيقدح بهم، لن يمدح الرهبان والقسيسين ويقول أنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا، دققوا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني إنسان يتكلم عن نفسه هكذا يقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا، من الدمع مما عرفوا، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الإنسان أيها الأحبة، هذه الآية هنا طبعا أحبتي في الله، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. مصطلح تفيض من الدمع مصطلح جميل جدا، يريد أن يعبر لك عن مدى تفاعل هؤلاء مع كلام الله عندما يستمعون أو يسمعون ما أنزل إلى الرسول، يسمعون هذه الآيات. إذن حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هناك أناس يعلمون الحق وهم على دين سيدنا عيسى عليه السلام، وهناك واليهود يعلمون الحق أيضا. عندما نزل القرآن، القرآن حل محل هذه الكتب، والكتب محرفة ولكن فيها شيء من الحق، وزاد تحريفها فيما بعد، زاد التحريف. القرآن يجب ألا يحرف، لأنني أنا اليوم مثلا، أنا شخصيا، أنا لو لم يكن هناك كتاب محفوظ من الله عز وجل سيكون لدي حجة يوم القيامة أمام الله، سأقول لله سبحانه وتعالى عز وجل، أقول له: يا رب أنا لم يأتيني كتاب صحيح، القرآن محرف، ماذا أفعل؟ والله تعالى يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ويقول أيضا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله لا يظلم، فلا بد أن آخر كتاب سيختلف عن بقية الكتب، أنه ستكون معجزته مستمرة، هذا أولا، وتتجاوز حدود الزمان والمكان. يعني إعجاز القرآن اليوم، معجزة موسى لا نراها، معجزة عيسى لا نراها، معجزات الأنبياء لا نراها، ناقد صالح لا نراها، حتى المعجزات التي أكرم الله بها سيد البشر صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام بانشقاق القمر لا نراها. طيب ماذا نرى اليوم؟ نرى القرآن. إذن إعجاز النبي موجود في القرآن وفي كلامه عليه الصلاة والسلام الذي حفظه الله، أيضا حفظ القرآن والسنة كما نقول دائما. إذن أقول للأخ الفاضل: لماذا أنت قريب جدا من الإلحاد؟ يعني لا يوجد مبرر لأن يعني يلحد الإنسان من أجل تساؤل. الذي يلحد يجب أن يكون عمل دراسة موسعة عن القرآن، على الأقل قرأ القرآن يا أخي. طيب أنت هل قرأت 6236 آية؟ ولا يكفي أن آية تشتبه لديك فتخرج من الإسلام؟ هذا الكلام الله يقول عنه: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذه آية خطيرة أحبتي في الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف
فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ينبغي أن يكون لديك حجج منطقية، مبررات منطقية حتى تخرج من الإسلام، وإلا من غير المنطقي أن أحدهم يثير الشبهة، مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، أو شبهة أن النبي ذبح اليهود. وقلنا يعني كثير من الروايات غير دقيقة وغير صحيحة ومفترات على النبي صلى الله عليه وسلم، أو شبهة أن النبي كان يغزو من أجل المال، أو أن النبي كان يتزوج النساء من أجل المتعة والكذا. طب مثل هذه الشبهات التي يستند أصحابها إلى روايات مزورة، هل تخرجني من الإسلام؟ هل أخرج من الإسلام برواية مزورة بمجرد رواية تاريخية؟ يجب أن تقرأ القرآن كاملا ثم تقول أنا لم أقتنع،